أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا. الموسيقى حاجة بتحسن الحالة النفسية لأي إنسان. النهاردة معانا دكتور فرج أبو السعود اللي هيكلمنا في الموضوع ده. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا يا فندم. دكتور فرج هو أول طبيب مصري متخصص في العلاج بالموسيقى، مش كده يا دكتور؟ طبعا انا اشكر حضرتك على المقدمه اللي انت قلتيها دي، لكن الحقيقه هو العلاج بالموسيقى تحديدا ده علم تاني وله ناسه يعني، لكن التخصص بتاعي هو العلاج بالموسيقى التفاعليه للامراض العضويه. هايل. طب بتعالجوا اي مرض فعلا؟ يعني ممكن الام الظهر، انا ظهري مثلا تعبني جدا، هل تقدروا تعالجوا حاجه زي كده؟ معقوله؟ طبعا يا فندم. لا ده يعني لو تحب نعمل جلسه دلوقتي لو عايزه. واحنا عايزين طبعا. لا ده الام الظهر، ده الام الظهر دي ابسط حاجه. معانا ألم الزهر يا جماعة؟ أيوه. لو تعبت يا زهر واتبهدلت الفقرات وركبنا له شريحة ودعامة تحت الباط، ها في تحسن كده؟ في تحسن. أنت ساحر والله. الدكتور ساحر، أنا فعلا حاسة بتحسن رهيب. لا يا فندم، فقرة الساحر لسه اللي جاية مش دي. بعدين أستاذ قزم السحر يزعل مننا. لا يا فندم، ده مش سحر ولا حاجة، دي بتبقى أبحاث علمية ودراسات إحنا عاملينها. بالمناسبة أحب أشكر الفريق الطبي اللي معايا، هم معايا من بدري، من زمان جدا، وقفوا جنبي من أول ألبوم الحقيقة، فأحب أشكرهم. لا أهلا وسهلا بالدكاترة. طب هتسمعونا إيه كمان؟ يعني طب حضرتك بتشتكي من إيه تاني؟ أقول عادي؟ لا يا فندم، هو عموما يعني لا حياء في الطب ولا حياء في التلفزيون يعني على بعضه. هو أنا فعلا عندي فسفوسة هنا في عينيا. أنا حاولت أداريها بالمكياج بس مفيش فايدة. تمام. وقالوا لي ما ينفعش معاها أي حاجة خالص غير موجات صوتية. لا ما تسمعيش بقى الكلام ده، موجات صوتية إيه وبتاع، يعني أنا صوتي وحش؟ ما دي صوتية برضو. لا أنا أقول لحضرتك يعني هتروحي تدفعي بره وهيكلفك كتير وأنا موجود، ما يصحش. بس أكيد حضرتك بتاخد أتعاب برضو. لا أنا ما باخدش فيزيتا، معلش. لو نقطة أوكي. حاضر يا أستاذ، حاضر يا دكتور. أنا بتكلم أهو. طبعا دي بتبقى يعني اتعاب الفريق الطبي اللي معايا، فعشان كده ما اقدرش ارفضها يعني. وبالنسبه للفسفوسه، نشوف الفسفوسه بتاعت حضرتك، نعمل جلسه سريعه كده. فسفوسه بعت لها جواب، فسفوسه ولا سالت فيا، فسفوسه ايه الاسباب، فسفوسه موجات صوتيه. مش حاسه ان هي اتحسنت قوي زي ظهري بصراحه. بص معلش الاغنيه دي اولا بتحتاج تعقيم، ما ينفعش تتقال كده، وانا ما رضيتش اتقل عليك يعني، ممكن كنا اقول ستي فسفست لي فسفوسه يعني، كنا ممكن نخش في حاجات اتقل، بس انا ما حبيتش اعمل ده، ما تبقاش حلوه، الحروف بتاعتها بتبقى ناشفه فما بتبقاش ظريفه. خلاص هبقى اجي لحضرتك العياده. لا هي جلسه تانية ان شاء الله وتبقى زي الفل. وبعدين على فكره ممكن تحتاج موال او مواويل صوتيه مش موجات صوتيه. بالنسبه للامراض الخطره يعني ربنا يشفي الجميع طبعا، يا رب. بس يا رب. الامراض الخطر زي امراض القلب والجلطات واي حاجه جلطه ندمه انا بجد مش عارفه يعني. تصفيق حاد فعلا يعني. انا الرسائل عماله تجيلنا كتير جدا، ناس بتدعي لك. الحمد لله بتدعي لكم، انتم بجد فخر بالنسبه لنا. وناس كتيره بالفعل بدات ان هي تسيب المستشفيات ويلغوا اي حجوزات ويروحوا يحجزوا في ساقية الصاوي وبعض الاماكن في شارع الهرم. معلومة حالا لسه من الكنترول، المخرج بيقول لي ان الفنان الهضبة عمرو دياب هيفتح مستشفى في الساحل الشمالي والتذاكر هتبدأ ب 300 جنيه. لا ده عارف ده سخف بقى، انت عندك لقمة نظيفة شغال فيها، تلاقي الناس بقى داخلة لك، ربنا يوفقهم، يطلعوا من عنده وعندهم أعراض جانبية وده، ما أنا ماليش دعوة. في نهاية حلقتنا بنحب نشكرك جدا يا دكتور ونشكركم طبعا. معلش أنا بس قبل ما الحلقة تخلص، أنا كنت عاوز أقول يعني اغنيه تانية سريعه كده بعد اذنك. ما هو للاسف وقت البرنامج خلص، كان نفسنا نقعد للصبح. لا فعلا. لا دي اغنيه شبابيه لطيفه يعني، بس المخرج هينزل التتر حالا. لا مش مشكله، انا ممكن اقول الاغنيه والتترات تنزل عليا، مش انا يا اما نزل عليا تترات مش مهم. اتفضل. انا في شغلانات عملتها تترات بس على فكره. اوكي اتفضل. اتفضل يا دكتور. طيب اتفضل. هي طبعا اغنيه شبابيه، فهي معموله علشان علاج حب الشباب تحديدا يعني.
طيب معانا حب الشباب ما ترحمني يا حب الشباب، حب الشباب ليه تطلع لي في سن الشباب؟ انا شايف الحب بيتفسح جنب الشناب، انا شايف الحب بيتفسح جنب الشناب. ما تجرب تطلع في ايديا وبلاش وشي جنب عينيا، ده انا لسه شباب، ده انا لسه شباب، انا لسه شباب، انا لسه شباب. كان معكم على الايقاع الاستاذ الدكتور مجدي بربش امراض جلديه، كان معكم على الناي امراض صدر ومشاكل رئه وكده الدكتور محمد مصطفى، معانا على القانون الدكتور محمود سرور، ده مش تخصص حاجه خالص، ده بيجي معانا كده غالبا، معانا الدكتور محسن علام اكورديون امراض جلديه وتناسليه برضو، بس كمان في معاه اجهزه تعويضيه وحاجات زي كده. وكنت معاكم الدكتور فرج ابو السعود 012-514-38-9 على استعداد تام لكل جلسات العلاج الفردي والجماعي، وان شاء الله ما فيش الم، ما فيش جراحه، بدون اي حاجه وبدون حتى ما تتوقع اي نتيجه تحصل من الموضوع ده. لا 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 انا لسه شباب، انا لسه شباب.